السلام عليكم يا أختي، كيف حالكم؟ مرحبا بكم. بخير الحمد لله. مرحبا حمزة، سيدتي، نذير، أحمد، ياسين، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. إذا سنستهل فرصتنا بالإصلاح. أحمد ياسين، أعد قراءة موضوع الفيستا الخارقة نتذكر موضوعنا الذي انطلقنا به الحصة الفارقة، تفضل. اقرأ الموضوع ولدي. أحمد ياسين، تسمع فينا؟ هاي نذير، نعم نذير، اقرأ ولدي، تفضل. أباك كنت كل فجر تخرج لممارسة رياضة العدو في الحديقة والمنتزهات، ومع كل خروج ترى عمال اللباسق يؤدون دورهم بجد وحرصا. أنتج نصا تصف فيه أعمال عمال النظافة وحرصهم على أداء الواجب. شكرا جزيلا. إذا ماذا سنحرر في البداية يا نذيرة؟ على ماذا اتفقنا؟ تفضل اقرأ. اتفقنا نحرر في البداية الإطار الزماني، الإطار المكاني، الشخصيات والأحداث. أحسنت. وفي الوسط اقرأ ما وجد أمامك. وفي الوسط تقديم موجز للحركة، خلو الشارع من الناس، رؤية عمال منهمكين في عملهم، التوقف في ذكر أعمالهم وصفاتهم ووصفها، وصفها، يعني وصف التأكيد على الأعمال، حرصهم وجديتهم في العمل. وفي النهاية في النهاية الحكمة من ذلك: الوطن يخدمه الشعب للنهوض به، شعبه للنهوض. شعبه للنهوض به، كل يؤدي دوره من موقعه. شكرا جزيلا. إذا هذا التخطيط الذي اعتمدناه الحصة الفارطة، قمتم أغلبكم قام بمحاولة وقرأناها في مغلبها، إن لم أقل جلها، يعني كانت جيدة، والبعض فيها إذا كان مميزا، مشكورين على ذلك. سنمر الآن إلى إصلاح جماعي نختم به هذا العمل ولنستهل فيما بعد في عمل آخر. لازمنا نكون سريعين شوية، نسيب كل نفس كراساتنا، ما تعطلونيش باش نكملوا الإصلاح نتاع هذه، وانتوا في يعني في عمل جديد، واضح أطفال؟ يلا كراساتنا نتاع الإنتاج، نستعدوا، ناخذ كراساتنا، أقلامنا، ونواصل عملنا على بركة الله. ننطلق بسم الله الإصلاح، نسيب كل كراساتنا. ثلاثي أنا ملول، أنا هناك من أول ما كملت قريت الكتابون 6 ساعات كنتيش. برافو عليك، أنت دائم الاستعداد، حتى في الخدمة أول واحد يرسل العمل نتاعو، ملتزم بالوقت، وأسس النجاح هي الاحترام الوقت والتزامه، هذا هي أول مبدأ في النجاح، النظام أساس النجاح. عفوا، الإصلاح. ننطلق مع بعضنا، مش نتفاعلوا، مانيش باش نخدم وحدي، باش نخدم عمل جماعي، ونكون في تبادل الأفكار، يعني دون إطناب، دون ما مانيش باش نوسعوا كثيرا المرة هذه لنتمكن من عمل آخر. وتعرفوا أنتم في المناظرة ما عندكمش حيز يعني كبير في الورقة، مش يكون عمل نوعا ما مقتضب، لكن لابد أن يكون شاملا ملما لكل العناصر. اتفقنا مش نبدأ بالزمان اللي هو طهولي في المعتق. إذا ننطلقوا نقول مثلا: أوشك النهار في صراعه مع الليل، ترجمها هنا: النهار في صراعه مع الليل، أن يضيء العالم المخفي. العالم المخفي تحت رداء من الظل.
باش نلقوا شكل العالم قدامي سين مثلا. على خاطر سين هما كانوا في الليل، معناها يعني الليل قدامي اي هو يعني هنا مش نقول يعني كيفاش الفجر، كيفاش انه كانه النهار قاعد يصارع ليا الظهر، خاطر الفجر يعني هي النقطه اللي بين الليل والنهار. اي فما ضجيج، ما عرفش ما عندوش كورونا اللي عند جنبه ضجيج يا اطفال يغلق المصباح رجاء. اذا اوشك النهار في صراعه مع الليل ان يضيء العالم المحيط تحت يداء من الظل، فالسماء تحلت بلباسها الازرق. عفوا كريم المصباح. أليس المصباح مريقل؟ أغرقوا عندك ضجيج يا كريم. تحلت بلباسها، عفوا بلباسها الأزرق. لأخرج نسيت أم رجلة. هاي تو ما فماش ضجيج يعطيك الصحة. لأخرج كعادتي لممارستي رياضتي العدوي وسط المنتزهات. عرفت كملنا بدايتنا أولنا واضحة. مش نمر سياق التحول. الجو كله قاعدين تكتبوا ولا؟ نعم سيدة. الموجودات يا حسن كله مقفل. الجو كله نزيدو منعش الخيرة. سنتي كله وستي بالشدر. باه نزيدو الشدر. منعش يلاطف الموجودات. باش نوصفو شوية الفجر والخلو الشارع. لتنهض من نومها. سنتي الموجودات مش الموجود. اي نفس الواو. لتنهض من نومها. شكرا على الملاحظة. سعيدة بما ذكرت. من راحة وهدوء. كان الطريق في أول. نعم. التي ذكرت معناها ليلة. أي بما فازت بما نالت من راحة وهدوء، يعني كل الموجودات ستستفيق من نومها بعد أن نعمت بالراحة في النوم يعني. إذا الجو كله منعش يلاطف الموجودات لتنهض من نومها سعيدة بما ظفرت من راحة وهدوء. كان الطريق في أوله. شبه خال. من المارة. فقدت بعض المقاهي هنا وهناك.
وكذلك أنستي، أنستي تحت ريح من الظل مش من الطل. الظل، الظل المطر الخفيف يعني، الظل هو المطر الخفيف. آه بس مثل هيك بنعملها بين عطونا بالطبع بين الطبعين. أنت وكذلك أي لم سي والألم. لا مش لم، لحظة لحظة. وكذلك المخابز ونقص المطر الخفيف. وكذلك المخابز، في خاطر احنا قلنا لازم موضوعنا يكون ديما واقعي، بس فجأة بعض المفاهيم والجلها والمخابز يعني تكون مكتوبة. سيدي بعد ذلك فهو مطلق. المطر الخفيف. اي طل هو المطر الخفيف. مرحبا. اهلا وسهلا اوس، مرحبا بك. هاي كي كملتوا هذايا خليه ينور. نعم انهيت. انا سيدي يا سيدتي انهيت من اللي كنتي كملت. احسنت. انهيت. شكرا يوسف. نمر أطفال؟ نعم لم أنهي. ليه نواصل في صفحة نفس الصفحة مالا ما دمنا كنا في شيء؟ أما مش تولي الكتابة يعني بحاجة أصغر قليلة. بس مشكلة. إذا وصلت العدوى مستمتعا. نعم أفير به. واصلت العدوى مستمتعا بنسمات الصباح العليل. وفي آخر الشارع لمحت عمال النظافة. سنتين شو نقولوا السيد سنتين؟ رمقت. رمقت مجموعة في حركة دؤوبة. بمعاطفهم الصفراء. الصفراء. كانوا رجالا أشداء العزيمة. كانوا رجالا أشداء العزيمة. لم ينل التعب. من عزمهم رغم برد الشتاء. رغم برد الشتاء
30 اشتريش كرسي من عزمي معناها من حرصي هنا كرسي عزيمة وحزني عزمي عبد لي يا احمد ياسين كيفاش؟ ستين احنا نكتبنا العزيمة وعزمي وما تكرار باه يشرب نبدلوها كانوا رجالا أشداء العزيمة لم ينال التعب هو من عزمهم رغم لم ينال التعب من جدهم من حزمهم استيوى تبين من حزمهم به نجموا رغم برد الشتاء به. معلمتي أهلا ربا أهلا. في مكان برد الشتاء هل يمكننا أن نقول صره الزمهريري؟ به رغم برد الشتاء وزمهريره نجم نزيدها وزمهريره كان سيد جدي محاول تفضل نذيرة كان العمال يعملون بكل بقصارى جهدهم كانوا يبذلون قصارى جهدهم به كانوا يبذلون قصارى جهدهم ما كن عنده إذا نحكو هنا على الاجتهاد والمثابرة وبعد بدنا نذكر في الأعمال ما لديه إضافة كانوا يبذلون خسارة جهدهم سيد نعم هل يمكنني فقد كانوا يواجهون المرض والبرد القارس والتعب من أجل تسخين هذا الوطن حيا عندي إضافة تفضلي وكان يبذلون قصارى جهدي دي نقطة أستر عن تيبيس ما هو عندي وين يتوقف تخطيط لا التوقف فتناها وفي آخر الشارع إلى بحث غادي مش يكون التوقف استي أستر عن تيبيس وفي آخر الشارع عاد احنا فتناها واصحابك اكيد راهم تحبوا ولا تهم بدلوها وفي آخر الشارع استرعى انتباه عمال النظافة في حركة دؤوبة النجم بدلوها فهمت ولا؟ هي يمكن أفضل كان عملناها به نواصل إذا كانوا يبذلون قصارى جهدهم نقطة فذهبت لأستشيرهم وأتعلم أكثر عن هذه التجربة أنا مش هو قال لي أنت شو يعني استرعى انتباه لمحتهم يعني ما كش تدخل في حوار معهم ربما هنا نجم نقول مثلا يعملون على جمع يعني يعملون مش نصف أعمال بخاطرنا يعملون على جمع بقايا القوارير على جمع القوارير علاش بقايا جمع القوارير والأكياس البلاستيكية اللي فايت والأكياس الملقاة على جنبات الطريق تي نعم ستيلتي بديت صغار كتير بدت صغار خاطر انا ما خليتنيش ندور الصفحه الاخرى كان نمر صفحه مواليه وعلى جنبات الصغار سي كان معناها تنجم بارتي نصليلها معناها نحاولوها من هنا نهز الصفا اي باهي نهزتي من التعب نبدو من لوحة في عمل
كان ورجال فنبدو منه. أنهي. شكرا. الملقاة على جنبات الطريق وما تراهم يمشون الهوينا، ما يسرعوش في مشيهم. علاش زعما؟ لمستين أكيد يعني كيف بدهم يمشوا في على مهل؟ لماذا يا حمدي؟ على وهم سين يمشوا بش غير يعني لا يسرعون الخطى لا يخفونها. لماذا حسب رأيك؟ لأنهم مصابين بالمرض. لا هي على خلف شق في كل دار بشيء يعني حتى يعملون بجيدا ولا يتجاوزون اي شيء معناها مش يكون العمل بتاعهم متقن. نحسن في لإتقان العمل لا يسرعون في خطواتهم. تدري يقولوا يمشون وهنا على وهنا وهنا هذيك باش نقصوا انه هما يعني مرض يمكن يعني مصابين بمرض كما قلت هذيك الضعف هذاك الضعف. اما هما لا هنا يعني من باب الجديه في العمل يعني والاتقان مش من باب ان هما يعني ضعاف. وبالعكس احنا قلنا كانوا رجالا اشداء العزيمه يعني. انهم لا ينظرون الى السماء فقط أعينهم إلى أسفل يعني ديما ينظروا الأرض حتى ينظفوا فيها. فقط أعينهم إلى أسفل فكل شغلهم الأرض وما عليها من نفايات. من نفايات وبين الفينة والأخرى بين الفينة والأخرى تسمع أحدهم يتغنى بأغنية تراثية شعبية تراثية أغنية شعبية تراثية أو ينطق بجمل تحث على الإسراع تدل على حماسهم في العمل على الإسراع والحماس في العمل. ماش نزيدو الهمة يا رجال
ليستحيل يعني ليصبح الطريق نظيفا. تي نعم نعم تي نعم تفضل. أو شو معنى ليستحيل ليصير ليصبح؟ نعم تفضل. شو معنى ليستحيل ليصير ليصبح؟ بس عندك ستي من عندك الكلمة مش من عندي. هنسكروا الميكرويت يعني. أنستي ما معناتها يتغنى؟ يغني يقول ويردد يزجج يعني يتغنى أي يتغنى طبعا أي يعني ما بين قوسين يغني أي أو يقول يزجج خطر نكتبت يغني قريتها يغني يتغنى يتغنى. إذا ليستحيل الطريق نظيفا خاليا من كل شائبة. عفوا وليس غريبا على صاحبي أحد المقاهي أحد المقاهي قدم إليه يحييهم. ويمدهم بفناجين من القهوة الساخنة. مروا للصفحة الموالية. نعم أنستي بلا لا نعم سيدتي مين الهز يا كريمة مين وين وصل؟ أنستي أنا من أنستي ما كملتش في المقاهي قدم إليهم قدم إليهم يحيي وأنت شكون اللي ما كملش وين وصل؟ إيه أنستي سي عندي فكرة سي سي اللي جبناه قبليك نرجعوا للبلاصة باش كيف ندينا البلاصة وين نهزوا حتى البلاصة ما نخلقش وين وصلت يا أوس؟ تي وصلت ليستحيل الطريقة مريك ليها تنهزو هدايا نحاولوا معنا للصفحة الأخرى خلينا نعملوا النهاية عشان تي مانا كملنا نحن مروا للنهاية أي 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 كملنا البداية Thank you.
يكفي. نسي وكري. نسي كري. بيه مش نمر توا. خلي فراغ. مربعين وأمر. إذن وهكذا يمضي. الفجر معهم إلى ساعات الصباح الأولى. عملا وجدا. حتى إذا ما اكتفوا حتى إذا ما اكتفوا من كل الطريق والمنازل يعودون حتى إذا لحنا نغفتكي. وهكذا يمضي الفجر معهم إلى ساعات الصباح الأولى عملا وجدا حتى إذا ما اكتفوا من كل الطريق والمنازل يعودون إلى عائلاتهم. نعطي بعد الحكمة. هؤلاء هم جنود الصباح. هذه هم جنود الفجر. جنود النظافة. نعم. هذه جنود الفجر. الصباح. الصباح من لها جنود الفجر. نعم سيدتي ما حق. جنود النظافة يؤسسون يؤسسون لعالم جميل ومريح لنا. يطيب فيه العيش. أزيل يقول مثل يرغدوا فيه العيش. مثلا معك به. عفوا. يرغد فيه العيش. أنهي. شكرا. وألف شكر لهم. نعم ولدي. فشكرا لهم. فشكرا وألف شكر لهم. نخموه. شكرا وألف شكر لهم. سيدتي كهو. ها؟ أصغر من الإنتاج الفني. إيه نستي خطر المرضية ونقول نستي وعليه صغير من خطر نحسب فيك مازلتي ما كملتيش خطر الانتاج اللي فات ما عملناه طوي. هكا هو توا نبدو نقتضبو شوي. خلينا مرة إلى عمل آخر. هذا يكون موضوع آخر؟ طبعا. باش نخدمو خدمة أخرى توا ما نعملش باش نعمل. سيدي. سيدي. لي سؤال. لي سؤال. تفضل.
سيدي نحن تقاتلنا المعلم في الانتاج قاتلنا معناه ما تكسروش ما تكسروش هذاك يعني ما تكسروش اما انت نحن كل الحاجات الرئيسية قاتلنا خاطر الوقت ما يكفيكمش ما تطولوش حتى الوقت حتى الفراغ اللي عندك في الورقة ما يكفيكش باش تكتب برشا في 3 أو 4 صفحات وراهو ما عندكمش الحق انكم تاخذوا ورقة إضافية في المناظرة كل تلميذ عنده الحق في ورقة برك ما تجيش انت تكتب في المسودة نتاعك برشا وبعد يمشي في بالك تو ما يكفيكش الفضاء هذاك تاخذ ورقة أخرى راهو ممنوع ما يعطوكش ورقة عندك الحق في ورقة تو نعم فهمنا ولا مشيش في بالك تو يزيدوك ورقة انت كان ما كفاكش الوقت هذاك تو يزيدوك ورقة راهم يزيدوك يسي اصلا يعطيوك دوبل في هما في ما وعدة هي من الانتاج في الجهة برك معناها الجهة الاولى فيها نص القراءة والثانية فيها الاسئلة وبعد اسئلة اللغة والقسم الثالث والانتاج لا انا نقصد على البريون انا لا انا نحكي على الورقة الاصلية اللي مش تكتب فيها وتبقى يعطيوك صفحة برك ويقول لك ما تخطيش 15 سطر يحدوك باسطر باسطر ويقول لنا ويقول لك قد تعمل مضطر لا ماشي انا هو عندك هيك النقاط انت باش تلتزم بيهم سيد مش مضطر سيد نعم ستيخ في الكونكور الانتاج يجي على شكل فقرة ولا كيما هكا موضوع نحرره بالضبط موضوع وتحرر نص متكامل وبنسبة 99.99% يكون نص سردي أما يتضمن حاجة يتضمن وصف يتضمن حوار يتضمن نجم حتى فقرة تفسيرية أما في الغاء في العادة وفي الأغلب إنه هو سردي يتضمن الوصف كيما نخدم فيه إحنا تو يعني الأغلبية فهمت ولا أما ديما راهي ليش أنا نركز ونعاود على البنية الثلاثية للنص السردي وندرب فيك كيفاش تعمل سرد خطي وقتاش ما تنجمش توظف السرد الغير خطي يعني الاستباق والاسترجاع كما موضوعنا اليوم مانيش باش نعملوا فيه الاستباق خاطر أنت خرجت وبعد باش تقام هذوما عمال النظافة ما تنجمش تعمل استباق في البداية هنا إجبارا لازم نخدموها سرد خطي أو كي تدربنا خدمنا زوز ولا 3 مواضيع فيهم ثلاثة هكا ولا خدمناهم هنا مش حاسبة الحاصل اللي خدمناهم هذكم الاخرين بالسرد الغير خطي اعتمدنا تقنية الاستباق في الموضوع الفارق اليوم عملنا سرد خطي يعني حاولنا ان نوظف فيه الوصف هو هنا اليوم نصنا اليوم انا مش قلت لكم تتذكروا كان في الاجتماع الاول اللي عملناه نتاع الدورة قلت لكم ان شاء الله في الدورة هذه نتاع الانتاج باش نتعرضوا كل انواع النصوص بإذن الله معناه فهمت ولا اليوم هذية مثلا نصنا اليوم سردي وصفي فهمت ولا معناها هو ماخذ البنية الثلاثية متاع النص السردي لكن هو بالأساس فيه وصف مفيش برشا أحداث الحدث أنا الخروج للعدو وبعد شنو اللي نحكي على عمال النظافة ونصف في أعمالهم ونصف في جديتهم فهمنا ولا إذا هذية نوع آخر من نص ينجم يجيك بالطريقة هذه هو عندكم علي فكرة كيف يكون لك نص سردي مثلا والفارطة كي يتضمن حوارا وتمنى في السرد الغير خطي وتمنى الاستباق واضحة وراه وقتها حتى فما اللي عملناها هذيك الحصة مش لولا اللي هنا عملنا حصة احنا وقتها في رمضان زيدا فما موضوع ما عرفش حطوه لكم في الكتاب الرقمي ولا بتاع التلميذ المقعد هذاك سيدتي لا انا كده كل شيء استيم تاع لك صديق تاع الظهور لا 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 اللي قبله عملناه في رمضان وقت حصة عملناها على الفيسبوك وقت عملناها حصة لايف استيم هذيك الوقت عملنا الانتاج على نص التمثل الموضوع والفكرة والأحداث والحب لا لا قبل هذيك قبل عناصر الانتاج فما حصة عملناها كيف الإشهار يخدمناها على الفيسبوك وقتها وقت الاجتماع عليك شديدي اللي قبل الاجتماع فما قبل الشيء ما عمل عسيلو ما يمكن ما حطوهش معناها فما برشا انتاجات راهو وين هاو مازلنا اسرع ولايتي تكون كملت ولا لا نمروا العمل الموالي نعم الموضوع
رأيت والدتك مشغولة في المطبخ فقررت مساعدتها، لكنك أسقطت قدر الطعام وأتلفته. رأيت والدتك مشغولة في الطبخ فقررت مساعدتها، لكنك أسقطت قدر الطعام وأتلفته. تحدث عن ذلك محدثا، عفوا، تحدث عن ذلك محددا موقف والدتك، واصفا شعورك، ومبينا ما آل إليه الأمر في النهاية. ربا، أعيد القراءة. الموضوع: رأيت والدتك مشغولة في المطبخ فقررت مساعدتها، لكنك أسقطت القدر الطعام وأتلفته. تحدث عن ذلك محددا موقف والدتك، واصفا شعورك، ومبينا ما آل إليه الأمر في النهاية. معلمتي. نعم ربا. هل يمكنك أن تتركي لنا 5 دقائق لصلاة المغرب؟ يمكنك ذلك طبعا، بيك تفضلي. أجلتي وأنا يجب علي. اللي يحب يمشي يصلي يصلي، اللي يحب يقعد ينقل الموضوع يبقى ينقل الموضوع. لا أفرض شيئا على أحد، هذه كلها حريات فردية وشخصية. وفي صليت مفروضة طبعا، لكن أنا مانيش في كل واحد صلي، وإنما ما واش دوري. في 5 دقائق وتكون بحديك إن شاء الله. نستي قولي للكريم يسك يقص المفتاح، نستي خاطر في شوي قلق. أنهي. أنهي. هاي
عند نوع السليات فيلي نعدتم؟ نعم نسي مازال ما جاوش نسي نحن أنهينا تبقى الموضوع نعم نعم نسي أنهي اقرأ يوسف الترابلسية الموضوع رأيت والدتك مشغولة في المطبخ فقررت مساعدتها لكنك أسقطت قدر الطعام وأتلفته تحدث عن ذلك محددا موقف والدتك واصفا شعورك ومبينا ما إلى إليه الأمر في النهاية شكرا يوسف عفوا أعيد القراءة ما زالوا أوسع يقرأي رأيت والدتك مشغولة في المطبخ فقررت مساعدتها لكنك أسقطت قدر الطعام في الطبخ نعم سي في الطبخ وليس رأيت والدتك مشغولة في الطبخ فقررت مساعدتها لكنك أسقطت قدر الطعام وأتلفته تحدث عن ذلك محددا موقف والدتك واصفا شعورك ومبينا ما إلى إليه الأمر في النهاية شكرا جزيلا أين البقية حاضرين كلكم؟ نعم أنت يظهر لي قاموا إلى صلاة أنت ما شو قالوا لك نعم سيدتي أنا سيدتي التحق يا نيستي تقبل الله حتى أنا التحق يا نيستي مرحبا ربع نعم يا نيستي أنا مش نبعث لك شو اسمه وحدينا متى أفعال قول في هذا الموضوع يعني به إذا أنا قمت بتسطير بعض العبارات في هذا يعني لي علاش باش نسرعوا في العمل خاطر تدربنا على التخطيط يعني في عدة حصص لنسرع أكثر في العمل إذا والدتك رأيت هنا حتى تلون هاي رأيت إذا شنو ما الشخصيات هنا؟ الراوي والأم الراوي والأم المكان المطبخ المنزل المطبخ المنزل عموما المطبخ تحديدا ب أهم الأحداث مساعدتي على الطبخ رؤية سعى الأم مشغولة حدث الأول انشغال الأم يعني وكثرة الأعمال المناطة بعهدتها هكا ولا؟ نعم نعم اتخذتم قرار المساعدة شنية العقدة الأزمة هنا؟ اسقاط قدر الطعام اسقاط قدر الطعام وإتلافه وإتلافه إذا نريد هنا العقدة كيفاش قاعدة تتأزم أكثر فأكثر نعم مادام لو سمحت تروح الحمام نعم فإذا أتلف قدر الطعام سوف كل جهد الأم سوف يذهب هكذا سيذهب سدى يعني واسع يعني بس أسأل سؤال أخي القدر معبي ولا بالطعام يعني أتلفته فدرت طعامي مادام فيه طعام
مدام خلي الطعام، يعني أسقط الطعام الذي فيه وأتلفته. نعم هذا هو المقصود. هذه معناها القدر شوية فيه طعام. طبعا ايه، هنا العقدة الأزمة ستحتد أكثر فأكثر. واضحة؟ نعم. إذا نوع النص متاعي ما هو؟ نص سردي وصف مغنى بالآخر، مغنى بالوصف. نص سردي يتضمن مقاطع وصفية. سردي مصدر النجم، وسردي راني نجم نستوزن مقطع حواري النجم. بينك وبين الأمة؟ أي شيء. نعم يمكن ذلك، نعم، لكن ليس هو أساس الدرس. أنا هو سردي ما قليش هو في إيه؟ نعم لم يطلب منا ذلك، أما يمكن كما قلت يمكن أن نوظف مقطعا حواريا. نعم يمكنني ذلك، لا مشكل في ذلك. إذا واضحة والفكرة؟ واضح. أحسن. لا ما زلنا عاد حتى نخرج التخطيط مع بعضنا سوية. ما قمنا ب عفوا ما قمنا بقراءته سحررته أنا. إذا الأحداث الرئيسية هي انشغال الأم بالطبخ، أخذ قرار مساعدة الأم. هنا يجب أن نذكر الأعمال التي قمنا بها في المساعدة، هكا ولا؟ إسقاط القدر وبالتالي إتلاف الطعام والقدر بعد إتمام الطبخ. هنا هذه الأزمة، العقدة، المشكل، هناك تطور في العقدة. شوف كي نرجع هنا أنا للواحد الموضوع اش قال لي؟ حددا موقف والدتك، لازم تذكر انت كيفاش كان موقف امك في المشكل هذه. كي انت اسقطت قدر الطعام واتلفته لابد ان تذكر كيف كانت ردة فعل الام، كيفاش كان موقفها، كيفاش تصرفت يعني امام هذا المشهد. ثم وصف مشاعرك انت، خاطر احضر اش قال لنا، قال لي واصفا شعورك. اذا تحدث يعني عن نص سردي محددا موقف والدتك وشعورك ايضا. اذا لابد هنا سير صوتك عندي متقطع. لا مش متقطع، ما لا مشكل عندك يا كريم، مش من عندي. لا يا نسي والله تو مش نسمع فيك مليح، البقيه تسمعوش فيا نسي. تو كي نسمع فيك سيدتي، نسمع فيك ولا فيه. إذن سنذكر موقف الأم من هذه الحادثة. سيدتي نكتبه. طبعاً أي. ووصف المشاعر وما آل إليه الأمر في النهاية. هنا عندي الحرية في النهاية. ربما كريم يقول إني مثلاً والدتي لم تغضب وأعادت في الطبخة من جديد. مثلاً أوس يقول فقررنا الخروج لتناول الغداء في المطعم. هنا كل واحد بيحكي عن النهاية، مش تكون مختلفة من النهاية مكتوبة. لا مش مفتوحة، يعني هنا أحرار في حر ملي حر قرار. حر يعني في الصحة ما هيش مفتوحة، هنا عندك الحرية في النهاية. فهمنا ولا؟ يعني الأفكار اللي حكينا عليها وقتها في أول عنصر العناصر الإنتاج، الأفكار مش تكون مختلفة من تلميذ لآخر. إذا حرروا هذا لنمر إلى المعجم المساعدة ثم التحرير. تكملوا هذا المرور المعجم المساعد. بسرعة.
أنهيت. أنهيت. أحسنت. انهيت. ده احسنت النمر. نعم. النمر. المعجم المساعد. إذا أمي دوحة نجم على أفنانها يهيب ثنائي، لقد من علي الله بأم رؤوم لا تدخر وسعا في إسعادنا. هذه عبارة بصفة عامة عن الأم. الشعور بالغضب، انتابتني عاصفة من الهيجان والانفعال، أقبلت عليه منتفخ الأوداج محمر العينين، أرغي وأزبد كأنني أصبت بنوبة من الجنون. هناك تحب تعوض وضف تعبير عن الغضب ربما. الشعور بالفرح، أخذتني هزة وانتشرت في جوانحي غبطة، قرت عيناي وانبسطت يمناي، فأنا في ثوب المسرة رافض. ذو الشعور بالشفقة والعطف والحنان، أحسست بعاطفة جياشة تجتاحني فتدفعني إلى مد يد العون. إذن مهما حاولنا النسيان إلا أن الذكريات تبقى محفورة داخلنا، تذهب بنا لعالم جميل نتذكر معه أجمل اللحظات، حتى وإن كانت مؤلمة يبقى لها رونق خاص بالقلب. هنا إذا تحب تعتمد في النص بتاعك الاسترجاع نجم في التبريدي، إن لا ترغبون في ذلك فلا تعتمدوها. واضحة؟ السنة التي نبدأ بالتحرير؟ طبعاً. والنقل مجرد. كما تريدون وكما تشاءون. سيدتي، سيدتي. تنجمي تخلينا المعجم المساعد نحن نحاروا بعد كي كانوا نكتبوا. باه فكرة أحسن، أنا بشوفك الوقت أنا نصلح فيه الأصدقاء أنتم ما تبدوا تكتبوا. بخاطر أنا كل مرة مش هبقى نصلح الواحدة وكي يعني على موجود أمامكم على الشاشة بصيغة أكبر يعني. نعم سيد. تفضلوا عملا موفقا. أو كتابة ثامنة يعني 28 دقيقة تضعون الأقلام. واو سيدي. مدام أمي ليست هنا عشان أبعث الـ المعجم. سيف ما بك سيف؟ ما أقدر أبعث الـ المحاولة معناها يا سيف؟ يا خدمة ما قدش نبعثها خطر ما أمي مش هنا في الدار. يعني ما نجمش بعد تبعث لي المحاولة بتاعك يا سيف؟ ما نجمش. ليه بعد الوقت ما تحضر أمك في أي وقت نجم تبعثي لي باهية؟ هاي تفضلوا عملا موفقا 20 دقيقة. تفضلوا كريم الوقت يمر أسرع.
تي تي نعم يا أوس مالك سي كيف شو أقوله قصيد قطعت عليه كذا شكرا خلاص قولي كريم يقص الميكرو
معلمتي. نعم رنا. معلمة لم أستطع الحضور إلى الآن. شوفي رنا أحمد صلحنا العمل القديم وخذينا تو عمل جديد. وهم أصدقائك الآن بصدد التحرير، هذا الموضوع بنتي. سيدتي. نعم. سيدتي ولا أقول لها سيدتي أعمل صفحة واحدة، أنت سيدتي أعمل صفحة واحدة مع معجم مساعد وكل شيء وتخدم الموضوع وبعد تعمل كتير بعد. الله يبارك الله يبارك، واضحة المفروض. شكرا جزيلا. عفوا. هذا الموضوع أظن. قاعدة معنا رنا؟ نعم. تقرية. الإصلاح تطبيق بعد في الكتاب الموضوع الآخر. تطبيق في الكتاب الرقمي. فقط هذا العمل تحتوى معناها لازم تاخذ متابعة صعبة باهي أو في الموضوع أمامك. التخطيط. والمعجم المساعد. وأنت يعني قومي بمحاولتين رفقة أصدقائك. نستي نستي يا أخي الكتاب الرقمي يا أخي كل حصة معناه يتجدد والخطر. كل حصة تتجدد فيه خدمة جديدة لنزيدوه احنا نقرأوه تجدونه يضافوا إلى الكتاب. هيك مثل الإصلاح اليوم بتاع العمل الآخر عاود أرجع أنت يعني بضغطة تلقى فيه خدمة بتاع اليوم، فهمت ولا؟ تلقى تزيد الموضوع هذا وين وصلنا الحاجات اللي نزيدوها تتسفي.
نوران، مرحبا نوران. باهي، بالنسبة لنوران ورنا نلتحقوا بنا تو. إذا الموضوع موجود أمامكم. رأيت والدتك مشغولة في المطبخ فقررت مساعدتها لكنك أسقطت فكرة الطعام وأتلفته. إذا شفت والدتك مشغولة في، يعني لديها العديد من الشؤون والأمور التي تقوم بها، فقررت إنك تساعدها. لكنك الأزمة العقدة اللي صارت إنك أسقطت فكرة الطعام وأتلفته. التعليمة تحدث عن ذلك، يعني نص سردي محددا موقف والدتك، وصفا شعورك، ومبينا ما آل إليه الأمر في النهاية. التخطيط، بشنو ذكر الأحداث الرئيسية؟ انشغال الأم بالطبخ، أخذ قرار مساعدة الأم، الأعمال التي قمت بها اللي هي إسقاط قدر الطعام، وبالتالي هنا النتيجة يعني سينتج عنه قدر الطعام والقدر بعد إتمام الطبخ. ستتحدث بعد ذلك عن موقف أمك، هل ستغضب، هل سيمر الأمر بسلام، مش حدد لنا، كل واحد يحدد كيف كان موقف الأم. ثم مش توصف أنت مشاعرك، ما هي المشاعر التي أنت بك بعد أن كنت سعيدا بما قدمته من مساعدة، من مساعدة، لكنك يعني خيبت أملها ولم تكمل المهمة على أحسن وجه، فما هو شعورك؟ وفي النهاية مش راح تحكي كيفاش كان الأمر، هل أن الأم قبلت ذلك وستعيد طبخ أكل جديد، أو أنكم مثلا ستخرجون للأكل خارج المنزل. يعني هنا كل واحد بفكرة متاعه. المعجم المساعد انطلقنا بوصف يعني عبارات حول الأم. الأم دوحة نجم على أثنانها يهيم ثنائي، لقد من علي الله بأم رؤوم من تدخل وسام في إسعادنا. كانت مش تستحق الشعور بالغضب هنا. هذه ثم بعض العبارات، انتابتني عاصفة من الهيجان والانفعالي، أقبلت عليه منتفخ الأوداج محمر العينين، أرغي وأزود كأنني أصبت بنوبة من الجنون. إن أردتم يعني عبارات حول الفرح يمكن أن نقول، أخذتني هزة وانتشرت في جوانب جبهتي، قرت عيناي وانبسطت يمناي، فأنا في ثوب المسرة راكبه. إثر ذلك الشعور بالشفقة والعطف والحنان، أحسست بعطف تجتاحني فتدفعني إلى مد يد العون. نعم معلمتي، نعم، هل يمكن أن نقول عن خوفي؟ يمكن، نعم طبعا. وهذيك في النهاية اللي عملتها بنا ومغاير نجم تعتمدها، اللي مش يعتمد الاسترجاع نجم يعتمد البداية هذيك، يقول مهما حاولنا النسيان إلا أن الذكرى تبقى محفورة داخلنا، تذهب بين لعالم جميل نتذكر معه أجمل اللحظات حتى وإن كانت مؤلمة يبقى لها رونق خاص بالقلب. فذلك نحب تعتمد الاسترجاع، تقنية الاسترجاع. لكم يعني الحرية في كيفية العمل. ما فقط هذا هو مقترح، أنا اقترحت عبارات يمكن أن تستعملوها، يمكن أن لا تستعملوها، يمكن أن تستعملوا بعضها، يعني أحرار في ذلك. بسرعة،
ستيف؟ نعم ستي سي بون، بعثتهولك انا على الايميل. شكرا. لحظة برك يتطلب وقت باش يوصل، مازال ما وصلنيش، دقائق وسيصلني. أوسي شكرا، توصلت بعملك يا أوسي، قلمك الأخضر وانتبه. أحسنت يا أوسي، عملت سكانين عليها مريقة لك، واضح، برافو عليك، يعطيك الصحة، هكذا يجب أن يكون. إذن اليوم كانت أمي تطبخ كسكسًا في المطبخ، فقررت أن أساعدها. قمت بقطع الخضر واللحم، كنت فرحًا لأنني أساعد أمي في الطبخ. عندما وضعت الكسكس على الموقد، ذهبنا لغسل الأواني. الأواني. ولنشاهد التلفاز. بعد ساعة جهز الفطور. قالت لي أمي بأن آخذ الكسكس فوق الطاولة، بأن آخذ الكسكس وأضعه يا أوس، وأضعه فوق الطاولة. لكن للأسف سقطت وسقط الفطور على الأرض. أحسست بعاطفة جياشة تحتاج تجتاحني فتدفعني إلى مد يد العون. لا هذه التعبير هذا نعمل من الأول، وقت أنا حبيت نساعد أمي يا أوس، فهمت ولا؟ تدفعني لمد يد العون لمساعدة والدتي التي كانت مرهقة ربما في الإعداد. لجمع الكسكس، لكن أمي قالت بكل هدوء إن أترك هذا وأذهب لأغير ملابسي. وفي الأخير ذهبنا لنفطر في مطعم، وكنا فرحين. ناحية الألف النون. نعم سنقول لنفطر ولا أنا لنأكل الفطورة؟ من التهمة لنفطر، حتى الفطر يفطر. نعم من الفطور مشتقة فطر. سيدتي على فطر وقت وريتها لما قالت لي لنأكل الفطور. قلت لك يمكن أن نستعمل مثلا لنتغدى أو لنتناول الفطور. نعم. سنتي أنهيت سنتي نبعث لك. طبعا وكنا فرحين، لكنني لم أنسى هذه الحادثة طول حياتي. شكرا شكرا أوس.
من أرسل عمله أيضا؟ يصلني كنا أو سيدتي بعد الاشتعال عن طريق مدام إيم. به ملن تضحكي بصولي أي وصلني سيدتي بعثت لك على الواتساب. أي أي سيدتي وصلك العمل؟ وصلني عمل أحمد ياسين. نعم سأقرأه. أحمد ياسين كن منتبها لي مصلحة. تفضل يا أحمد ياسين. إذا أمي شمعة تنير دربي، بلسم يطفئ ولا شنو هذيك؟ يطفئ جرحي. أمي رحمة من الله تعالى، هي قرة عيني ومهجة قلبي، هي دوحة نجم على أفناننا يهيم ثنائي، أم رؤوم لا تدخر وسعا في إسعادنا، لكن بعض المرات تكون مهتاجة النفس. يسير لكم. يسير تركتني ما فهمتش هذه. يسير في دمها نار حامية كالهشيم. نار حامية كالهشيم. كالهشيم المحتضر. ها؟ فلكن أحاول أن أكشف هذه العادة السيئة على نفسي. لكنني أحاول مش فلكن. لكنني أحاول. لكنني أحاول أن أكشف هذه العادة السيئة. نحي الألف بعد الدال. نحي الألف نحي. العادة السيئة على نفسي وأغيرها بمشاعر جميلة، ولكنها تستقر مطمورة في مكنون مخيلتي. سأروي لكم الحكاية. كانت أمي مشغولة في إعداد الغداء، فعدت إلى المنزل أجر أديان خيبتي لأفضل نصيبا من الراحة والهدوء، ولكني لن أتحمل بأن أترك أمي تعمل هذه الواجبات لوحدها، فأخذت شطرا يد المساعدة، ها أني أهيئ الطاولة وأضع فوقها غطاء يتدلى من جانبيها قطعة سفيفة، ثم أخذت قدر الطعام. قطعة سفيفة زيد التاء مربوطة. ثم أخذت قدر الطعام الحارق، ولما وجدت على وضعه ولما أوشكت همزة وبعد واو، لما أوشكت على وضعه عليها إذ به هواء أرضا. وفي تلك الأثناء استشاطت أمي غضبا كالرعد المزمجر، وأصاب الحلق تكاد أن تعاقبني عقابا قمطريرا، ولكني أحاول أن أقبح جميع غضبها وتعويضها بالعداوة والوفاء. عاصفة من الهيجان والانفعال، وانطبقت أوداج ومحبرة العينين ترغي وتثبت كأنها أصابتها نوبة
من الجنون، فشعرت برشفة من الخوف والضعف. لأنها أصيبت، أصيبت ناحية الألف. وين سيبت؟ أصيبت. نعم. أصيبت بنوبة من الجنون، فشعرت برشفة من الخوف والضعف. فقبعت على الكرسي محاولة أن تخفف من روعها وغضبها، ولكن هيهات هيهات زال الارتباك. وقامت أمي مسرورة وضحكت وقبلتني بقبلتين وهي قائلة: أنا سوف أسامحك يا فرحة حياتي، ولكن كن حذرا يا بني. فقدت كلماتها الرقيقة التي تصدح على جسمي وتسبح فيها تصبح فيه مترنمة، حتى أتتني غبة تملأ شقي. أصبحت الحياة كلها حلما قائما مليئا بالحسد. أحسست عاطفة جياشة، تجتاحني تدفعني إلى مد يد العون. كانت مخيلتي تحاول إزالة هذه الذكرى المأسوفة بها. هذه الذكرى أعمل ألف مكسورة. الذكرى المأسوفة بها وتعويضها بفرحة الحياة. باهي، شكرا على المحاولة أحمد ياسين. السلام عليكم. محاولة السلام جيدة. عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. مدام يسرى الشحوري، لاباس عليك؟ الحمد لله، عايشة. الحمد لله. عفوا على المقاطعة، لأني أنا ما نحبش نقاطعك. ولكن نقطة نظام حبيت أن نبلغها للصغيرات الكل، إن شاء الله يكونوا منتبهين معايا توا ويسمعوا فيا مليح. لاحظنا اللي بعض التلامذة يدخلوا روتار للحصة، ومن بعد يطلبوا باش المعلمة نسيتي أسرة باش تعاود لهم. هذايا راهو من شأنه اللي هو يعطل السير نتاع الدرس. مدام يسرى تبدأ عاملة بروجرام باش الانتاج هذاك يكون كامل فك الساعتين هذاك فك الساعتين هذيك بكل اقسامه باش تستفادوا، على خاطر اذا جي فيه بارتي ناقصه بالطبيعه لهنا الاستفاده ماهيش باش تكون كامله. مدام يسرى هي ادرى بالماتير اللي قريفاها لهنا، دونك يعيشكم صغيرات. هذاك علاش نحن نوفروا الوثيقه والتسجيل زوز موجودين، عاملين حساب الحكاية هذه متاع إذا تلميذ يليب جملة على الحصة، وإلا إذا يدخل مخر أو يحاول يتبع مع زملائه الحصة ويركز مليح. ومن بعد نحن يعني حصة صارت اليوم غدوة الصباح إن شاء الله تلقاوها موجودة، سواء الوثيقة وإلا التسجيل. دونك ربع ساعة لأربع دراج نص ساعة اللي هو اللي ضاع لك من أول حصة تنجم بعد تلقاه في التسجيل. علاش ما نجموش يعني نعطلوا سير يعني من أجل تلميذ أو اثنين أو حتى أكثر، نعطلوا بقية التلامذة. وهكاك الهدف اللي كانت حطته مدام يسرى أو سي أنور في البرودكشن، الهدف اللي كان حاطه باش يخدم عليه نقولوا نحن فك الساعتين هذيك، يولي ما يوصلش يكملوا الهدف هذاك، يولي حاجة من اثنين: يا خدمنا حصة ناقصة، يترسي للمعلم الحصة الجاي يعاود في نفس الدرس اللي هو من المفروض نورمال ما يكون قدم. نحن عندنا 20 ساعة في الانتاج، ماذا بينا نستفيد منهم على أقصى حد ممكن كما يقول. ولا هذه الحاجة. وانت مدام يسرى يعني أنا أقول لك ما تعودش التلميذ اللي يدخل المخر بالطبيعة يتحمل مسؤوليته، وفي نفس الوقت عنده نوفر له التسجيل والوثيقة باش ما يضيع عليه حتى شيء. وبارك الله فيك، والله المستعان. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. احسنت، شكرتك يا احمد ياسين، قمت باصلاح بعض الاخطاء اللي هي نادره جدا، وعملك مقبول جدا، التزمت بالتخطيط التزاما تاما. مشكور على هذه المحاوله، ان شاء الله ديما من حسن الى احسن يا احمد ياسين. اعمالك جيده وفي تحسن ملحوظ. نعم أنا دخلت إلى الحصة متأخرة على خاطر نقرب يعني بالحاسوب، وفي الحاسوب ما عنديش واتساب، يعني لازمني ندخل على الواتساب بالتليفون ونبعث الأورديناتور وبعديك نحل. والله ما نعرفش إن الأمور التنظيمية هذه يا نوران، أنا ما ويش دوري راه كلم الإدارة بنتي، والله لا عندي حتى فكرة بنتي. باهي، أنا فقط الدرس هذا اللي مسؤول عليه فقط.
لا غير. نعم يوسف، شكون اللي ارسل لي علينا؟ انت بشامله الاصلاح سيدي، انا ارسلت لاصحابك صلحنا فقط، جيني مع الايميل كان اوس جديدي اوس جدي عفوا. سيدتي ارسلت لي الواتساب، مازال ما جانيش. تبعث لي الواتساب لحظه يا جيسر، راهو الواتساب انت ماكش ترسل لي انا مباشره، ترسل للاداره وهما تو يرسلوا لي. فصبرا جميلة، فقط جاني احمد ياسين على الواتساب واوس على الايميل فقط، هذه الأعمال التي توصلت بها. كريم ملي بي أو كريم عن ديسكسيون. سيدي بشار إصلاح. يا أحمد ياسين، كل هذا ما نصلح وكما نكمل نصلح لأصحابك، كما أنت شديت فرصة وصلحت وعرفت أخطائك وملاحظاتك، وإنتي حتى أصحابك عندهم نفس الفرصة يعني. أنيستي أنا على ديسكسيون أنا. باهي أوكي مدام مصطفى نقراها توي. ميلة سيدة ما زال ما وصلنيش، شوية آخر تويجيني ربما. تبع شكون كريمة به دوحة نجم على أثنانها يهيم ثنائي، لقد من علي الله بأم الرؤوم نافى الدفن وسعا في إسعادنا. لم أعرف قيمة هذا الشعور، لا المعنى ناقص هنا. لم أعرف قيمة هذا الشعور، لا لا نحيا هذه لم تدخر وسعا في إسعادنا، نحيا هيك اللي بعده. لم أعرف قيمة هذا الشعور، أحسي يا كريم. به في يوم رأيت أمي منهكة منهمكة، كتاب مربوطة يا كريم وضحها باهية حاضرة، منهمكة في الطبخ، فقررت مساعدتها. وفجأة بينما كنت أحضر الطاولة سقطت. نعم تلقي شوي سقطت بالسين، صوتك دراكي فاش أصبح س س يا سين يا كريم، حرف السين ساقطة مش بالصاء، ساقطة. به نمر طول الورقة الأخرى لحتى نستعمل الآن كل شيء جمع. إذن سقط من يدي قدر الحساء، فانتابتني عاصفة من الهيجان والانفعال، فانحنيت تا مفتوحة للتنظيف، واجتاحني خوف، بدلها مش بخائف، واجتاحني أضف كريم واجتاحني واجتاحني خوف من العقاب، ولكني ناحية الإشباع بعد حرف اللام لكني نفس الغلطة الصح، احنا مش نبهت عليك في السفارة اللي انت تشتغلتها. تفاجأت بعكس هذا، فربتت توت فربتت أنيسي. نعم يا كريم أنيسي مريقل اللي كتبها في يدي مش ما ننساش. باهي ربتت سلح ربتت توت ربت أمي على كتفي وقالت لا عليك يا صغيري، سنخرج معا لتناول الغداء، حقا إن أمي أفضل أم في العالم. شكرا كريم، أحسن من الإنتاج المرة الفارطة، حست اليوم خير من حس الفارطة، أحسن معلمة فرد وقت أنا استقال نربط ما بيناتهم الكل. أنا به لميلة ما جاني حد، كان من عند أوز جدي فقط معلمتي. به تو وصلني من فيت نزاراتي. يوسف نعم ربما بك صغيرتي. معلمتي أنا أرسلت لك بإيميل فاتن زراتي. ماذا باهي لحظة ما لا نقرأ يوسف يوسف وبعد أنت يوسف اللي يوسف تربيتي يعني. إيه نسكي حل الميكرو وتبعني يوسف. نعم
أمي لوحة نجم على أفنانها يهيم سنائل قد من علي الله بأم الرؤوم لا تدخل وسعا في إسعادنا ورعايتنا. نحيك الهادك فاشني ورعايتنا. تبع يا يوسف عادي. نعم سيدتي. فلها دور كبير. بالواتساب تصل الإدارة. دور كبير في نجاح حاتنا. زيد إشباع بعد الحاء. بالله نعم. رجل أن يصف الترابيزي خلي المترو محلول عيشكم البقية نسكروا المترو. وأخلاقنا الحسنة. أخلاقنا ولا خلقنا بعد خلقتنا هيك الخلقة مسؤول عليها الماس أنا وتعالى. الخلقة هي المنظر أما الخلق وخلقنا الحسن بخلي يدي خلقنا أو أخلاقنا كما تشاء. خلقنا كالماء صفاء والمسك ذكاء. واللي تحكي على بالجمع هنا نجمع نجمع. نعم نجمع الأهواء المتفرقة على محبتنا ونؤلف الآراء المشتتة في مودتنا. كل بدلهم بالنون صيغة الجمع. نعم. وفي هذا الإطار بينما كانت أمي مشغولة في الطبخ بعد عناء ومشقة العمل فأحسست بعاطفة صحيت هنا نوضحها. أحسست بعاطفة جياشة. انتبه يا يوسف. فأحسست بعاطفة جياشة تجتاحني فتدفعني إلى مد يد العون كما يحدثنا الله ورسوله قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دون تردد اتفقت في إعانتها بصبر رحب بينما أخذتني هزة وانتشرت في جوانحي غبرة. فمرة أضع الأواني وأخرى أراقب الطعام لعدم الاحتراق وقرت عيناي وانبسطت يمناي فأنا في ثوب المسرة راقب. أخيرا هممت بوضع القدر فوق الطاولة بيد أن لم تكن شنية فعلتي على أحسن وجه. بيد أن فعلتي لم تكن فعلتي لم تكن اقلبها فعلتي نعم. لم تكن على أحسن وجه إذ به يهوى أرضا منسكبا معه الطعام اللذيذ مصدرا دجيجا مقلقا ريثما تناهى الصوت إلى مسامع أمي انتابتها عاصفة من الهيجان والانفعالية قبل أن تقبل علي منتفخة الأوداج محمرة العينين ترمي وتزكو كأنها أصيبت بنوبة من المجنون وانهالت تصرخ علي ثائرة بأنها مرهقة ولن تستطيع إعادة الطبخ مرة أخرى. بعد ذلك أعدنا الغداء وأنا أعتذر على خطأ الفادي في صحيح نعم. يوسف ترابلسي تحسن ملحوظ جدا أعجبني عملك أحسن إذا سيدتي عملك جيد أحسنت ب ربع مرحبا ولا ربع اللي من فيت ربع اكتبوا كان حبيتي المرة الجاية اسمك الورقة باش كنحل معك راهو العمل بتاعك فهمتي هكا وانت قلتي أمي الأم شمعة مقدسة تضيء وغاديك من فوق تنجمي تعملي اسمك ولا في آخر العمل كما يعمل أحمد ياسين حسي نعم سي باش نعملوا الإصلاح يا أوس نصلح لأصدقائك وننطلقوا في الإصلاح إن بقي لدي وقت إن لم نتمكن من ذلك نتكون الحصة القادمة إن شاء الله. إذا معين تبع بنتي الأم شمعة مقدسة تضيء ليل الحياة بتواضع ورقة وفائدة فالأشياء الثمينة لا تتكرر مرتين لذلك نحن لا نملك إلا أم واحدة أم ربع والكون على اتساعه لا يضحي أبدا سعة قلب أمي أصفرت غزالة الشمس
ايها قريبا تبعك خاطر ماكش مخلص. تفرت غلالة الشمس ونفضت تبرع على الأصيل وشدت رحلها للرحيل وبدأ الليل يشافه لسانا. كانت أمي واقفة في المطبخ تحضر لنا الطعام في حب وتفان. أردت أن أساعدها فهي دائما تفانن نحل يا تفانن. أردت أن أساعدها فهي دائما في ظهرنا تساعدنا في كل شيء وتراعي طلباتنا. دخلت المطبخ وقلت لها يا رباهنا وتلبي وتلبي طلباتنا. دخلت المطبخ وقلت لها أمي ماذا أفعل؟ أريد مساعدتك. أجابت والبشر يعلو وجهها أحسنت يا طفلتي. خذ يا أحسنت يا رباه أنت أيضا أحسنتي فقط احذفي الياء. أحسنت يا طفلتي خذي السكينة واقطعي الخضرة واقطعي الهمزة واقطعي الخضراء الخضراء. أردفت وقد افتر الثغري عن ابتسامة عريضة سمعا وطاعة وبدأت أساعدها وقد ملئ أكياني بالفرح بفرح كياني نحن الهمزة احذف الهمزة وقد ملئ كياني فرحا تنوين الفتح أضيف تنوين الفتح فتحتين وألف فرحا فريدا فرحا فريدا زدي ألف فريدا لم أعرفه من قبل وفيض من السعادة لا يوصف. بعد قليل طلبت مني أن أخذ القدرة للطاولة فأخذته وكنت أركض بسرعة وسرور كعصفور غادر قفصه ولكن لسوء حظي أسقطته فطار قلبي بجناح الوجل وقد ملكني خوف لا يريم وذعر لا ينام ولا يقيم. فلحسن حظي لم تكن أمي بجانبي فمسحته وذهبت للمطبخ الثاني وفتحت اليوتيوب لمساعدتي بعمل واحد آخر فأنهيته على عجل وبسرعة. فدبت في نفسي لا تقاطعها واصلي. فدبت في نشوة الارتياح ولكن يشوبها بعض القلق خوفا من أن يكون سيئا لكن هذه لأن هذه أول مرة أطبخ فيها فوضعته على الطاولة كأن شيئا لم يحدث وصمت لم أحاول أن أنطق بكلمة فقد غابت كل الكلمات من لساني وما هي من لساني وما هي إلا لحظات هي اللحظة الحاسمة. قسمت أمي الطعام وها هي تتذوق فتغيرت ملامح وجهها وتنبأت بأن المصيبة ستحدث. فأردفت أمي وقد كانت حائرة لماذا به الكثير من الملح وأضافت مواجهة للسؤال هل أضفت له ملحا يا بنيتي؟ اشتدت بالحيرة وعصف في نفسي قلق هائل جعلني فريسة لأفكار شتى تتنازعني وتلاعبت بي كالريشة في مهب الريح وسيطرت علي حيرة قاتلة وصارحتها بالحقيقة. فضحكت مرارا حتى كادت تنفجر باكية من الضحك وربتت على كتفي مبتسمة فارتحت وانشرح صدري وتهلل وجهي أنسا وذهبنا إلى مطعم وأكلنا مع بعضنا في فرحة عارمة وهذه ذكرى كانت مترسخة بذهني لم تتلاشى أبدا. أحسنتي أمتعتنا عمل جميل بجمال اسمك يا ربا. أحسنتي يا ربا عمل جيد. تفضلي سي يا أخي كيفاش معناها سي جسبو كيفاش عرفت لي هي زدت شوية ملح وعلاش مشاو للمطعم مادام بداو ياكلوا لأن الطعام يعني به الكثير من الملح. ذاقت الأم الطعام هي أعادت الطبخة مرة أخرى يعني شفتوا الأفكار كيفاش تغير في نفس العمل كل منكم لديه فكرته وسيعبر عنها. نعم أنيسي
سأغارد في نقطة، أيمكن أن نقول يوتيوب أو نقول فتحت الإنترنت. كيف؟ هو تطبيق، اسم تطبيق نعمله بين معقدين. أنيسي على خاطر كتبته في الامتحان شطبها لي. تعملها بين معقدين يا كريم، تعملها بين دفرين خاطر هي كلمة معربة، يعني أصلا ما هوش بالعربية، فقط قمنا بإعرابها. جيسر راهو العمل بتاعك ما وصلش للإدارة، ما بعثتش على الواتساب، هيك علاش ما بعثوش؟ واضح؟ أنتي واش نعمل نبعث؟ أعد تكررتها. البقية رجاء مازالوا خمس دقائق، من لم يرسل عمله فليتفضل. راهو جون الأعمال ثلاثة من مجموعة واش تلميذ ولا؟ سيوصلك سلم عمل دعوتها علمتي أوس وأحمد ياسين روبا يوسف كريم فقط تذوما اللي توصل في أعمال سنة سنة متاك متاك بعثولك على الواتساب نذيرا نزل مجانيش نعم من المتكلم معلمتي يعني ممكن أن تقضي الإيميل رنا ما بكي عفوا إيميل إيميل باهية بسي بعثت لك مرة أخرى تراسل بسي وصلك ولا أنا ما يوصلني شو يوصل لي داره هما تبير وصلولي كان وصلهم تبير وصلولي لا عليك إن توصلوا بالعمل فسيرسلونه مباشرة باهي هذاك الايميل محطوط في الديسكسيون بسرعة راهم شوف الحصة البقية أين أنت؟ نوران زاد على الواتساب باهي تو ما جانيش بقية ما جا ما هو اللي دار لازم تبعثه أصير أنا مريض تولى يا عايشة البقية هي بسرعة رجاءنا ريفكم عدم تنظيم الوقت وعدم احترامه يجعلنا في مثل هذه المشاكل. احنا معناها كنا مبرمجين انه الانتاجات توفى 28 دقيقة، معناها 40 دقيقة كافية وشافية اني نصلح كل الاعمال. هاك ما تشوفوا انتهت الحصة وانا لم اتوصل الا بخمسة اعمال فقط، خمسة من مجموع 12 غير معقول حقيقة. تيني كامل يخرج ولا نزيل؟ نعم أوس اللي صلحت لهم كريم أوس أحمد ياسين يعني سينا بعث لك سي شكرا العفو إيمتي. نعم إلى اللقاء إلى اللقاء رغم فما الصوت ما وش فاضح مشكون معني ما تصلت الإيميل رنا تو ما وصلنيش الإيميل نزيل سيدتي نعم سيدتي أنا ما عنديش إيميل أما بعث لك على الواتساب لو كان هو وصل للإدارة الإدارة سترسله ما خطر ما جينيش مباشرة فنان حسن أبعثته على الجروب كامل يعني والله بنتي ما عندي حتى فكرة هو يبعثه لي خطر فقط اللي جيني مباشرة هو اللي بالإيميل لا جيني كان عمل أوس وعمل يوسف والعمل بتاعه ربع طب هذوما اللي جوني بالإيميل لا مازال ما جاني شيء على الإيميل حتى على الواتساب ما جيني شايره
والله الأمر بسيط جدا. أوكي مثلا أحمد ياسين أرسل عنده نصف ساعة أو كيف كيف يعني عنده زمن، معليش البقية ما زالوا ما فهمتش هي أنت وينه؟ فصلك سي لما يجي الواتساب تاعي ولا نسي أنا بعد أكثر من 20 دقيقة لا ما وصلش، ربما أخطأت في المجموعة أو ما أعرفش هي الإشكالية، أخطأت في الإيميل ممكن سينا بعت لك مرتين على خاطر ومتأكدة اللي هي مجموعة الإنتاج الكتابي، خاطر كي بعت لك المرة الأولى كلمني أستاذ وقال لي مش واضح، قال لي ما هيش واضحة التصويرة، عاودت بعثت له مرة أخرى بتصويرة أوضح. سي بعثت سي على ما على معامي تيم 16 من غاديك مدام أمل. أنا بالنسبة له من نوران يا نوران تفتح لي على الواتساب، أنا ما نعرفش ما عندي، أنا مانيش في الجروب أصلا، أنت تابع في الإدارة وهي ترسل لي، أنا اللي وصلني مباشرة هو اللي على الإيميل، ثلاثة من زملائي أرسلوا على الإيميل. لا ما وصلنيش على الإيميل، فقط كان لي فرد أوس ويوسف وردا فقط وكريم. كريم في الديسكسيون. لا ما زلت شو مثلا وصلكش النسيم تاعي على الواتساب؟ لا باهي أكثر إذا اللي ما نجمش يوصل توا العمل نتاعو يعطي للولي الأم ولا الأب ولا شكون اللي بعدك ينجم أرسل الإدارة وهي تبقى تقول حتى بعد نهاية القصة، واضح ولا؟ لابد إني في بداية القصة القادمة إن شاء الله نبرمجيها إني يكون عندي كل أعمال بقية الأطفال كما نادي كيف رنا برشا راكم ما أرسلتوش أعمالكم، محمد أمين حمزة جيسر ما وصلنيش، لا ما وصلش، واضح ولا؟ اللي ذكرت أسمائهم هذوما رجاء أن بعد الحصة ترسلوا أعمالكم لأتوصل بها، واضحة؟ كاو صار توقيفة يعني استي مزيل زيت شوية عايش تقعدوا نحكيوا لا يعني استي ممكن نبدأ حتى في الإصلاح ما عندي حتى مشكلة يعني استي واللي ما قلت لهمش أعمالهم سيدي ماني أخذ الحصة؟ نعم إلى اللقاء نلتقي في إلى اللقاء صديقي شكرا جزيلا إن شاء الله تكون تم الاستفادة في الحصة هذه، رجاء اللي دخلوا مخر يرجعوا للكتاب الرقمي ويسجلوا مفاتهم من أعمال باش يكون عندهم إصلاح نتاع العمل الفرد لأن قمنا بإصلاحهم ومفاتهم، حاولوا نحظوا من المعجم المساعد قدر المستطاع وكل حسب طاقته، ومن الإصلاح أيضا حاول إني نستقي بعض العبارات وأحفظها، إذا أستودعكم الله إلى اللقاء في القصة القادمة. إلى اللقاء وشكرا لك سنتي على هذه الحصة الجميلة. شكرا أنت على انتباهك ومتابعتك وعباراتك التي يعني أضفتها إلى مشكورين على كل تدخلاتكم أحسنتم، شكرا لانتباهكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.